السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لحمة بطريقة جديدة. الطريقة دي أنا اللي اخترعتها يعني، فيا رب تعجبكم إن شاء الله. هي عجبت كل اللي دقها بصراحة. معايا اللحمة، عايزاها بقري، جماسي، عندك لحمة خرفان، أي لحمة حباها بتعمليها بيها يعني. ومعايا الرز غسلاه ومصفياه. طبعا هعمل رز اصفر زي رز المطاعم. معايا البصلة شرايح كده زي ما انتم شايفين، والفلفل الاخضر، حابة تحط فلفل شطة ماشي. معايا البهارات بتاعة اللحمة. بهارات اللحمة عبارة عن ورق لورا وحبهان وقرنفل وقرفة، قرفة ناشفة، وكوبيبة صيني، وجوز الطيب، ومعايا الروزماري والفلفل الأسمر والجنزبيل. معايا بهارات الرز، ورق لورا ولومي وقرفة خشب، ومعايا الكركم والكاري والملح، ومعايا صوص صويا ودبس رمان. دول في الآخر بقى هقولك تعملي بيهم ايه. دول اساس الطبخة بتاعتي. دلوقتي انا حطيت اللحمة على النار علشان تطلع الوش بتاعها، واسلقها عادي جدا. هضيف بقى حلة تانية هعمل فيها الرز، هضيف سمنة، اي نوع سمنة تحبيه، سمنة بلدي، سمنة عادية، براحتك، زبدة صفراء، اللي انت عايزاه، اللي انت حابة في الاكل. ودلوقتي انا نزلت بالورق اللورة والقرفة الخشب واللومي، هشوحهم شوية كده مع السمنة قبل ما اضيف الرز، يعني عشان ريحة البهارات تطلع مع السمنة، بيبقى طعمه حلو جدا. كل اللي دقوا عجبه، وحلو جدا عن المطاعم كمان. الرز ده طبعا مش رز بسمتي، ده رز مصري عادي زي اللي بيعملوه في المطاعم مع الفراخ المشوية، بيبقى طعمه حلو جدا. هنزل بقى بالرز اهو، وبعدين هشوحه مع السمنة، يعني هشوح الرز مع السمنة، مش هضيف المية على طول. هفضل كده شوية هشوح شوية، وبعد كده بقى بضيف المية. الرز طبعا لازم تكوني مصفياه كويس قوي، ما يبقاش فيه مية خالص، علشان وانتي بتشوحيه في السمنة ما يبقاش فيه مية ويعجن. الافضل انك تشوحيه وهو ناشف قوي ما فيهوش مية، هيطلع معاكي حلو جدا. كده بقى على ما الرز يتشوح معايا شوية، هبتدي بقى اشوف الوش بتاع اللحمة، اشيله عشان ما ينفعش اسيبها تغلي كده والوش يفضل موجود، اي وش يطلع اشيله. دلوقتي بقى هفضل برضه اشوح في الرز، وبعدين هنزل بقى ببهارات الرز زي ما قلنا، الكاري والكركم والملح، هقلبهم بقى واحط وابتدي بقى احط الميه. وبكده بقى يبقى الرز بتاعي جاهز. انا مش هعمل فيه اي حاجه تاني، هسيبه على البوتاجاز لحد ما يشرب ميته، وبعدين اوطي عليه كاي رز عادي يعني. بعد كده بقى اشوف اللحمه، لسه بتغلي، هحط لها البهارات بتاعتها، ورق اللورة، الحبهان، القرفة الخشب، القرنفل، الكوبيبة الصيني دي جميلة قوي على فكرة. هحط بقى الفلفل الأسمر والروزماري والجنزبيل زي ما قلنا. وبعدين هقطع بصلة واحطها عليها، وجوزة الطيب برضو جميلة قوي على اللحمة. فشوفي انت بتحبي بهارات ايه، برضو لو عايزة تضيفي بهارات زيادة براحتك، بس انا ما بحبش احط بهارات لحمة وحاجات زي كده اللي هي الجاهزة دي يعني. انا بحب اضيف على الشوربة، اي كانت شوربة فراخ او شوربة لحمة، بحب اضيف نص فلفل شطة، بيدي طعم حلو قوي للشوربة. وادي البصل ضفناه زي ما قلنا، البصل برضو فيه بيحط بصلة صغيرة بيحط كبيرة حسب برضو انتي بتحبي ايه. وبحب احط على الشوربة معلقة صغيرة قوي سكر، او نص معلقة صغيرة سكر. برضو السكر انا بحب احطه على اي صلصة، على اي تسبيكة بحب احط السكر، يعني مثلا لو عاملة
بامية، عاملة مسقعة، اي حاجة فيها تسبيكة تحطي السكر بيشيل الحموضة اللي بتحصل من التسبيكة يعني. ودلوقتي جبت صينية وحطيت فيها معلقتين زيت، وبعدين نزلت بالبصل اللي عندي كله، البصل طبعا كميته حسب ما تحبي انتي مع كمية اللحمة، تشوفي كمية اللحمة قد ايه وهتحتاج بصل قد ايه. دلوقتي انا شوحت البصل لحد ما بقى لونها ذهبي كده، ذهبي فاتح. بعد كده هبدأ اضيف الفلفل، والفلفل زي ما قلنا انتي حابة في شطة ممكن تحطي فلفل شطة زي ما انا حطيت دلوقتي. انتي مش حابة الفلفل الشطة عايزة رومي بس، بتكتفي بالرومي بس، ماشي مفيش مشكلة، دي حسب رغبتك انتي يعني. فانا كده دلوقتي هشوح بقى الفلفل مع البصلة، ولازم يتشوحوا شوية قبل ما اضيف البهارات. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وهتعجبك وهتشرفك في اي عزومة، انا جربتها عجبت كل اللي دقها بصراحة وشكر فيها، فقلت اجربها معاكم وتشوفوا جربوها يعني. دلوقتي بقى انا هنزل بالبهارات، هبدأ بالكاري، بالكركم والكاري كده، انا حطيت الكركم، هحط بقى الكاري. هبدأ بقى بالسر اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي اصلا هو ده اللي بيظبط الطبخة كلها يعني. الصوص صويا حوالي معلقتين كبار، دبس الرمان برضو حوالي معلقتين كبار، بس معلقتين كبار زي ما اتفقنا على كمية البصل دي، فلو هتعملي اقل يبقى هتقللي كمية الصوص صويا ودبس الرمان، بيدوا مزازة وطعم حلو قوي للأكل. هبدأ بقى انزل باللحمة زي ما اتفقنا، اي لحمة اي نوع انتي حباه، انا معايا لحمة ضاني عاملاها بيها، هشوحها بقى مع اللحمة كويس، مش هنزلها على طول طبعا، هفضل اشوحها شوية لحد ما اللحمة تشرب من الصوص الصويا ودبس الرمان، طعمها بيبقى جميل جدا في الاكل وفيها مزازة كده جميلة. برضو بضيف الملح بقى في الاخر زي ما انتي حابة، ممكن تضيفي شوية مية صغيرين لو لقيتيها بدأت تنشف معاكي، فبتضيفي شوية مية صغيرين قوي ما بتكتريش، بوطي عليها من 5 لـ10 دقايق، مع انك تغطي الصينية وانت موطية عشان تاخد وتدي مع بعضها حلو، وبعد كده هتبقى جاهزة معاكي زي ما انتوا بقى شايفين دلوقتي، بس تحفة بجد والريحة جميلة جدا، مش قادرة اوصف لكم الاكلة حلوة ازاي. لازم تجربوها ان شاء الله، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم، وان شاء الله مع اكلة جديدة في اكلة تمشي اليوم.